بعض الأسئلة أتت بخصوص الشجاعة. حضرتك تكلمت عن الشجاعة وأتى بضعة أسئلة عن الشجاعة. أولها قلت أن نعلم أبناءنا الشجاعة، فماذا نفعل إذا تعرضت بناتنا وأبناؤنا للتنمر من أصدقائهم بسبب حجابها أو دينها؟ كيف نعيد ثقتها بنفسها أو ترجع من جديد قوية وشجاعة؟ نعم، يجب أن نعلم أولادنا الشجاعة، وعلموهم أيضا الدفاع عن النفس اللي هو الدفاع الكاراتيه والتايكواندو. بالمناسبة هذا قانوني في هذه البلاد. لا، ما تضربه، دافع عن نفسك. أنا ما بقول اللي بضربك أضربه، لا، بس دافع عن نفسك، ما تنضرب. إياك أن تقبل أنك تضرب، وما تضرب بالبليز، ما تضرب، لكن اللي بده يضربك امسك إيده. I am here. What are you doing, sir? أوكي، ما تكون جبان ولا تخاف. فعلموا أولادكم وربوهم على شجاعة، نعم، وعلى الدفاع عن أنفسهم وعلى قول كلمة الحق ولو كان مراً، لأن أفضل الجهاد. وما يخاف أن يقول الأستاذ هذا خطأ وهذا صواب. طب لو قال له أستاذه برسبك، افعلوا ما شئتم. هذه الشجاعة. الشجاعة أني ما أخاف إذا رسبني، رسبني بس طردك من المدرسة، ما يطردني. هاي الشجاعة، أني ما أخاف من النتائج. ومثال آخر، لما الدولة بتقول لك برحلك، مرحبا بالترحيل، نقتلك، لا مرحبا بالاخر، مش هيك قالها. بنحكي احنا الشاطرين بالحكي بس، لابن تيميه وغيره، مش عارف ايش، ان قتل شهاده ونفي سياحه ومش عارف ايش وسجن خلوه، بتحكيها بس عند اللزوم يفتح الله. لا، بدك تحكيها وتكون عقدها. ربوا اولادكم ما يخافوا الا الله، ولا يرجوا الا الله، ولا يبيعوا دينهم لاي شيء، دينهم فوق. بتعرف شو معنى لا اله الا الله؟ يوم من الايام خطبت في الاردن عن لا اله الا الله، طلبوني قالوا لي انت حكيت عن لا اله الا الله. قلت لهم والله حكيت عن لا اله الا الله، في غلط؟ اقسم برب السماء والارض على ما اقول. فبقول لي الافندي، قال لي قلت لا اله الا الله ومش عارف. قلت له طب في غلط؟ قال لي في لا اله الا الله وفي لا اله الا الله. انت قلت لا اله الا الله. تعرف شو معنى لا اله الا الله؟ لا خضوع الا الله، ولا معبود بحق الا الله، ولا نخاف الا من الله، ولا نركع الا لله، ولا نسجد الا لله. هي ما معنى لا اله الا الله. ربوا اولادكم انه الصلاه حريه. شو انه الولد بنت ولا ولد في المدرسه الى اخره، يدافع عن نفسه. والحمد لله عندنا نظام، هذا بلد قانون مش بلد هبل. اطلبوا حق او ابنائكم اذا صار في بولينج اجنسي الاولاد الى اخره، يروح للمدير. حتى لو المدير او المديره لم يتخذ موقفا، بنرفع الموضوع للأكبر وبننزله وبنسقطه إن شاء الله. السلام عليكم. أخيرا سؤال للأخت سيرين، ما هو حلمك فيما يتعلق في بصمتك في سوريا والوضع السوري؟ يا رب الله يفرج الكرب. يا رب الله يسامحك على هذا السؤال. هاجر ليعلمنا أن العمل ليس بالضرورة أن يكون في الوطن، لكن أثره لابد أن يصل إليه. كان عمر بن الخطاب يقول لما أخذ الجيوش وأراد أن يدخل إلى بلاد الشام وكان فيها الوباء، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: أتفر من قدر الله؟ فماذا قال عمر؟ نهرب من قدر الله إلى قدر الله. كان الإمام الشافعي يقول: العاقل من يفر من قدر لا يناسبه إلى قدر يناسبه. وعلى سيرة القدر، فقد تذكرت قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. مرة جاء لسارق ليحكم عليه، فقال له السارق: يا ابن الخطاب، لقد سرقت بقدر الله. فقال: وأنا أقطعها بقدر الله. شو على مين؟ على ابن الخطاب؟ لا يمكن، وهذا رأيي الشخصي، لا يمكن لحضارة أن تقوم في ظل دولة استبداد. لا يمكن أن تقوم حضارة في ظل استبداد، لا في سوريا ولا في غير سوريا. هذا قانون ومن السنن الكونية. أعتقد أن اليوم، يعني حتى لا يكون الحديث فقط عن سوريا، أعتقد أن اليوم سواء سوريا أو فلسطين، نتحدث عن القضية الفلسطينية مثلا،
من أثرها أكبر على القضية الفلسطينية؟ أو من الذي يؤثر أكثر بالقضية الفلسطينية؟ الموجودين في غزة ولا الموجودين في أمريكا؟ موجودين في أمريكا، لأنهم داخل دائرة القرار. اليوم إذا رأيتم خبر عن حروب في غزة وفي فلسطين، اقرأوا بس مين محرر هي الأخبار على CNN وباقي القنوات الإخبارية، حتما ستجدوا أن محرر والصحفي يلي نقل هذا الأخبار عربي أو من أصل عربي أو فلسطيني. وأنا رؤيتي الشخصية أن نفع بلادنا هنا أكثر من نفعها في مكان آخر. نفس المثال التي ذكرته لمحمد علي كلاي عن الإسلام، أعتقد أن كل سوري إذا نجح هنا وتميز بطريقة أو بأخرى هو يؤثر على سمعة بلاده وعلى حلم بلاده، حتى على شباب بلاده. هذا رأيي، لا أريد أن أطيل. أظن حضرتك كذلك أجبت على السؤال الثاني، وهو كيف ننقل البصمة التي نضعها هنا إلى بلادنا؟ نسمع من الأخوة هناك. تفضل. ممكن فقط ممكن نأخذ سؤال، مو مشكلة. ممكن تفضل سؤال آخر. وأنا يمكن هذا مو سؤال، أتمنى هو اعتراض تقريبا، أو مش اعتراض على التحكير، بس ملاحظة. ممكن أنا عمري 20 سنة، فأنا وعي أنا ممكن من أصغر الأولاد من غير هالغرفة. أنت عم تحكي عن الشجاعة وعن يعني، وطبعا إنه أنا ما عم أذكر أهمية هذا الشيء في مجتمعنا، إنه إحنا نكون أو الأهالي يكونوا يكون في شجاعة بتربية الأولاد، شجاعة بدعوة الناس إنه من خارج البلد إحنا عايشين ببلد اللي إحنا نعتبر غريبين فيها. بس أنا ممكن يعني ما بدي أحكي إني بعتبر حالي يعني استثناء، بس أنا كملت 20 سنة كثير بتعامل مع كثير من الجيل الصغير اللي هم جيلي أنا أصغر أو أكبر شوي، وهاي اللي أنت عم تحكي عنه بحاجة لشعور بالولاء، شعور إنه هذا الدين إلي. يعني الحمد لله انه انا ابن انعم علي، انه تربيت شعري انه في ولاء بيني وبين الدين، بيني وانه هذا الدين لي حتى انا اعطيه. بس انا يعني مش فاهمه كيف انه هاي الشجاعه، كيف يعني مع كل احترام لكل الموجودين ما تفهموني غلط، بس كيف هاي الشجاعه بدنا احنا ننشرها لبرا لما برايي المتواضع اكبر جبن هو لما الولد بيجي يسال ابوه سؤال صعب او يسال امه سؤال صعب، الاب او الام ما بعرف الجواب فبيسكت ابنه، وبيصير في نفور من الدين من داخل البيت. اذا هذا الولاء وهي الشجاعه وهذا الجبن عم يعني مش اذا هذا الجبن وعدم الولاء ما عم يتربى من داخل البيت، مستحيل انه احنا ننجح اصلا كامه، لانه اساس الامه هي كلها الاسره، يعني الاسره هي اللي بتبني المجتمع. فانا يعني understand that I'm probably يعني انه انا ما في عندي خبره، ممكن اللي انت اكيد ما في عندي خبره اللي انت لازمها من حياتك من شو ما شفت انت والانسة، بس هاي الشجاعه يعني اذا الاهل انه يساعدوا اولادهم انه مثلا الحجاب او هي كذا، اذا انت في بيتك انه انت في بيتك جمان تجاوب ابنك وتخليه يعيش. جزاك الله خير. والله بنتي بتفق معك بكل كلمة، وصف قولها بليز، give her a round of applause. لا حاجة للتعليق على سؤالك، لأن سؤالك هو رسالة، لأن الشجاعة تبنى في البيت. الأم المهانة في بيتها لا تستطيع أن تخرج شجعان. الرجل الذي يضرب الأم الأولاد في البيت والزوجة التي لا تحترم الزوج إلى آخره، لن يخرج مجتمعا صالحا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك أول واحد نأخذ الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أبوي وأمي. يعني أبو أنا لازم أعلم أولادي إذا أنا أخطأت قولوا لي أخطأت، والأم يجب أن تعلم أولادها أنه أنا ممكن أخلط، وإحنا ممكن أصابت امرأة وأخطأ عمر، شو الخطأ في هذا؟ فلازم. فجزاك الله خير. الشجاعة مش عضلات، الشجاعة مواقف. صدقت ابنتي، الشجاعة مواقف. الشجاعة كلمة حكمة وكلمة عقل وموقف يؤخذ. كانوا أباءنا يقولوا كلمة، الكلمة في وقتها بتساوي حصان. مين سمع هذا المثل؟ فلسطينية. السلام عليكم. ممكن
ممكن إضافة لكلام الدكتور، وأنا موافقة معك جدا، وهذه كلمة أردت أن أذكرها وسبحان الله ذهب الوقت. موضوع أنه نعلم أولادنا الشجاعة، علينا أصلاً نحن أن نكون شجعان. لما وقف أنا وأبعت بنتي على المدرسة وقال لها يا ماما أنتي مسلمة، أنتي قولي لهم أنا مسلمة، طب أنتي نفسك لما رحتي على المدرسة قلتي هذا الشيء قدام أولادك لحد ما هنن يعني لحتى هنن يحتذوا ويقتدوا فيكي؟ اليوم كلياتنا بنبعت أولادنا ونحن مزعوجين بالهالوين والكريسماس ومنقول لهم لا يا ماما نحن ما بنحتفل نحن مسلمين. طب هل أنت كأب وأنت كأم اتصلتوا مرة بإدارة المدرسة أو أرسلتوا إيميل وحكيتوا فيها اعتراضكم فعلا لأن أولادكم هيك؟ اليوم مثلا اليوم نحن يعني مسلمين عنا مشكلة العيد، العيد ما نو يعني it's not recognized بالولايات المتحدة، بالرغم إنه الهانوكا موجود والكريسماس موجود، إلى اليوم لا يتم الاعتراف بعيدنا كمسلمين. بالله عليكم كم واحد منكم أرسل رسالة للكونغرسمن والومن يلي موجود بالستيت تبعه واعترض على هذا الأمر؟ لا يكفي، لا كعطلة فقط في نيويورك، بعض الولايات فقط في نيويورك. أنا مبارح يعني كنت كل الوقت أبحث عن ليندا صرصور فقط لأخذ منها الستبس. نحتاج بكل أمريكا، لا يكفي اثنين وثلاثة، لا يكفي لا يكفي. كل أمريكا، ما الفرق بين القائد والمثقف والعامي؟ ما الفرق بين القائد والمثقف والعامي؟ القائد هو الذي يبادر، هو المبادر، ولذلك نسبتهم في المجتمع هنا فقط 2% بالمناسبة، بأي مجتمع عربي مسلم غير مسلم بأي مجتمع نسبتهم 2% فقط، ونحن المسلمين أصلاً نحن في المجتمع الأمريكي نحن 1%، يعني ما عندنا مجال، لازم نكون ضمن 2%، لازم نكون مبادرين. القائد هو اللي بيعمل الأكشن، المثقف هو الذي يناقش تداعيات وما بعد هذا الحادث وما بعرف إيش وينقله للعامي، العامي يشتكي فقط. علينا أن نكون كلياتنا مبادرين. سؤال تاني بالله عليكم، أنا كأم بنتي الآن في الصف الأول، من اللوبي المسيطر على التعليم الأكاديمي وقصص الأطفال اليوم في أمريكا؟ سكولاستيك، صح؟ كم مرة بيرسلونا جرايد للبيت واشتروا قصص ونحن نضطر نفتح وندور على قصة مناسبة ما تكون على كريسمس ما تكون على ثانكسجيفينغ. في أحد منكم انتبه إنه سكولاستيك ما فيها ولا قصة لا عن رمضان ولا على العيد ولا على المسلمين ولا على أي شيء يخصنا؟ كم وحدة واحد منكم أرسل اعتراض للمدرسة وقال إنه أنا ابني his religion or her religion is not represented in this school. I need an identity. كم حدا منكم اتصل بالكاستمر سيرفيس تبع سكولاستيك وقال وين قصص أولادنا نحن كمسلمين؟ ما رح يتغير الوضع، أولادنا ما رح يكونوا شجعان، اطمنكم وبخوفكم أولادنا ما رح يطلعوا شجعان إذا ما نحن بالأصل كنا شجعان وعملنا اللي علينا. من فترة كنت رحنا على مول ببوسطن فنحن ما واقفين أنا وعمر ويعني وليا وألين، وبالمناسبة أنا أوجه تحية كبيرة لزوجي عمر يلي لولاه والله لا وقفت هون ولا استطعت أن أشارك لا اليوم ولا مبارح، لأنه بسم الله ما شاء الله عندي ألين يعني هلأ أكيد كلكم تعرفوا عليها. فكنا موجودين في قلب مول فوجدنا هيك بوث جميل بقلبه بطاقات بوب أب، ولفت انتباهي وكنت مع ليا ولفت انتباهي انه البطاقات فيها الكريسماس وفيها الهونيكا، فانا عاده لما اشوف كريسماس وهونيكا فورا ببحث عن الدين الثالث. طبعا ما وجدت اي بطاقه، فاول شغله رحنا لعندها واخذت ليا معي قلت لها خلينا نسالها في عندهم بطاقات عن المسلمين، لانه انا اصلا بدي ارجي درس عملي لبنتي، ما بدي الا فقط يا ماما انه انت اطلعي احكي بالمدرسه وانا اما خايفه اني احكي او خايفه اني اسال او خايفه اني بادر. فرحنا لعند المسؤوله وقلت لها في عندكم اي بطاقات للمسلمين؟ فقالت لي هديك اعتذرت وكانت يعني جدا مؤدبه وقالت لي لا وبيجينا كثير اسئله من هذا النوع بس للاسف ما عندي. فقلت لها ماما شو رايك نرسلهم رساله ونقول لهم انه نحن بدنا بطاقات؟ وفعلا ثاني يوم الموضوع كلفني يمكن ربع ساعه فقط، بعثت بحثت عن الايميل لبوب اب، عرفت انها ستارت اب وطالعه بالشارك تانك ويعني ستارت اب كثير ناجحه، وارسلت رساله وقلت لهم اني انا امبارح كنت مع ابنتي ورحنا وي وير فيري ديسابوينتد انه لقينا كل اطياف المجتمع موجودين حتى يهوذا والجيز وكلهم موجودين الا طائفتنا.
أنا حابة أعرفكم أنه نحن أكثر من مليار ومليونين شخص في العالم ونحن موجودين هنا في النسيج الأمريكي، وكتبت رسالة جدا محترمة وأرسلت لهم هاي الرسالة وقلت لهم كمبادرة إذا بتحبوا مساعدة في تصاميم رمضان والعيد أنا مستعدة أني أقدم من وقتي وأعطيكم ديزاينات لأن أنا أحب يعني شغل الكرافت، ومستعدة أني أشتري منكم أول 50 ديزاين بتعملوه ووزعوا برمضان على أصدقائنا المسلمين. طبعا أنا عم بكتب هاي الرسالة وأنا من يعني مزعوجة جدا لأني عارفة لما يذكروا كل أطياف المجتمع إلا المسلمين معناتها there is a reason، لكن مع ذلك أنا حبيت أخذ بحسن نية وكتبت هذا الأمر. والله مباشرة ما في خلال نص ساعة رسلني الديزاينر ديزاين مانجر التيم تبعهم وقال لي نحن جاهزين وعلى رمضان نحن ممكن نعمل هذا الشيء وإذا عندك أي ديزاينات أرسل لي إياها. ما أخذ الموضوع والله ربع ساعة. طيب بس دكتور والله نفس القضية إخواني، حتى مع الكونغرسمان أي قضية إخواني اتصلوا فيهم. أنا عارف أنه أحيانا إحنا قاتلانا السلبية يعني الاتصال شو بده ينفع، يعني الرسالة شو بده تنمال، يعني مش عارف إيش. هذه السلبية قاتلة، هذه عدونا الأول، عدونا الأول عدم العمل، القعود والبطالة.